وفكرة علاقة الحكومة بال الآراء المختلفة من الحوار الوطني على سبيل المثال. رئيس الوزراء قال إيه النهاردة؟ قال إن في مجموعة تنسيقية مشتركة ما بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى. حلو. هذه المجموعة التنسيقية وتفاصيلها، أبرز المخرجات بتاعة الحوار الوطني في مرحلته الأولى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بعد كل الترحيب مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وطبعا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بيك يا أستاذ عماد. اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. نبدا بمبروكين، مبروك على راس الحكمه ومبروك على النسخه الثانيه من الحوار الوطني، ومبروك ثالثه على التنسيق ما بين الحكومه والحوار، ومبروك رابعه على فوز الزمالك النهارده في الله اكبر يعني. الله أكبر. ايوه فرق عشان تكمل المباريك مش كده، المبروكات التباريك. استاذ عماد، ماذا عن التنسيق ما بين الحكومه وما بين الحوار الوطني لمتابعه تنفيذ مخرجات النسخه الاولى؟ بص اخي الكريم يوسف، احنا رحنا عند كنا عملنا لجنه في مجلس الامناء الحوار الوطني من حوالي 8، يعني فيها 4 اعضاء اللي هم النواب في مجلس النواب والشيوخ و3 من الزملاء في مجلس الامناء اضافه للمنسق العام ورئيس الامانه الفنيه، عشان احنا ننسق مع الحكومه كيفيه تنفيذ التوصيات. لما رحنا النهارده قعدنا مع السيد رئيس الوزراء، كان رجل كريما ومتفتحا ومنفتحا على كل الافكار، وهو اللي قال انا سأشكل لجنة وسأعلن عنها قريبا جدا بين مجلس الأمناء وبين الحوار الوطني لمتابعة التنفيذ مع كل وزارة على حدة. وده تطور مهم جدا، لأنه معناه أنه يبقى في آلية، وقال أنا هحاول قدر الإمكان أن نقعد معاكم كل أسبوعين أو شهر لقاء مستمر لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع. وده بيدينا إشارة مهمة جدا أن الحكومة جادة بالفعل في مسألة تنفيذ الآليات. طبعا الناس كثيرة يقول لك احنا سمعنا من هذا الكلام وانتوا عمالة تتكلموا وفين المخرجات. اللقاء مع السيد رئيس الوزراء النهارده وقال ان انا يعني رئيس الجمهورية مهتم اهتمام شخصي بالمسألة دي، اللي سيتم ان قال انا في 135 توصية وصلت من التوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، قالوا لو تمكنت ان انا انفذهم اخليهم 135 قرار سأفعل، واني مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وستجد ان شاء الله قريبا هذا الامر يعني مطبقا في مداخلات الزملاء اللي موجودين من مجلس الحوار الوطني. كلهم كانوا بيتكلموا نريد ان يشعر المواطن عادي ان هناك مخرجات بالفعل تم تنفيذها، وحتى لا نتهم ان احنا حولنا الحوار الى مكلمه. رئيس الوزراء صدق على هذا الكلام وقال انا معاكم سترون على ارض الواقع قريبا هذا الامور منفذه ان شاء الله، كله في مجاله، بمعنى انه في توصيات في وزاره الصناعه، في وزاره الزراعه، في وزاره اي وزاره، هيبقى في تواصل مستمر ما بين اللجنه التي سيعلن، يعني في لجنه من مجلس امناء الحوار الوطني، لكن هناك لجنه سيعلنها رئيس الوزراء، لجنه مشتركه لمتابعه هذه التوصيات على ارض الواقع. دكتور مصطفى قال ان انا قريت كل ما وصلني من توصيات وناقشتها مع المساعدين، وهي غطت كل الجوانب، وكان كل ما يهمني هذا الكلام للدكتور مصطفى هو الخطه التنفيذيه، خطه تنفيذ هذه التوصيات، لان انت ممكن تعمل توصيات كما تعلم اخ يوسف مشكله مصر دائما طوال عقود هي التوصيات، اللجان والتوصيات، ما الذي يتحقق على ارض الواقع كان قليلا، نامل ان هذا المره ان شاء الله يكون مختلف، خصوصا ان الراعي الرسمي لهذا الامر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، هو صاحب الدعوه للحوار وهو المتحمس الاكبر للحوار. و في جزء ثاني الدكتور مصطفى قال ان مجلس الامناء الحوار الوطني بيضم افضل العقول المصريه بمختلف التوجهات الفكريه، ودي اشاره مهمه جدا ايضا. لن نترك الوزراء حتى نرى التوصيات على النور، يعني فكره ان احنا بنتابع مع الوزراء اول باول، سيكون هناك بطبيعه الحال تركيز على المحور الاقتصادي. الدكتور مصطفى عرج على المشكله الاقتصاديه بطبيعه الحال، وقال انه لم يحدث ان مر العالم بمشكله اقتصاديه بهذا الحجم بهذه القوه، ومصر تضررت تضرر كبير جدا من اول كورونا الى اوكرانيا الى غزه الى البحر الاحمر. صح. يعني لا توجد روشتة واضحة
نقدر ناخدها نقول والله هي دي اللي هنحل بيها المسألة، لأن العالم لم يمر بمثل ما مر به سواء في كورونا أو في أوكرانيا أو في البحر الأحمر، إن في ظروف عالمية واقتصادية شديدة التشابك، لكن الدولة بتسعى بكل الطرق إن هي تخفف عن من الأزمة. قال كمان يعني ركز كتير جدا على فكرة آلية التنفيذ فيما يتعلق بالمخرجات. اتكلم عن الأزمة الاقتصادية تاني وقال إن في فجوة طبعا بتزيد، كانت كل التأخير في حلها كانت بتزيد، وبالتالي احنا إن شاء الله الجزء المتعلق بالصفقة الأخيرة ده جزء مبشر، الناس كل الجالسين في الحوار أثنوا على هذه الصفقة، أشهدوا بالحكومة وجهدها، وأتمنوا أن يكون فيه طريقة جيدة لاستغلال هذه الفرصة. دكتور مصطفى مدبولي قال أن احنا عارفين أن دي حاجة مهمة جدا جدا، لكن أيضا ندرك أنه الحل في معالجة هيكل يعني معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة هيكلية، وعدم الاستكان فقط للحلول الجزئية. قال أن احنا استمعنا لخبراء كثيرين في الأزمة الاقتصادية، استفدنا ببعض الحاجات، جربنا لكن إن شاء الله هنسمع فيما يتعلق بالحوار الوطني وتوصياته الأخيرة، إنه كما تعلم أخي يوسف في أربع لجان حسموا بالفعل في المحور الاقتصادي، الأربع لجان الجايين اللي هم سيبدأوا من الغد هي لجنة ارتفاع الأسعار، التضخم وارتفاع الأسعار، الدين العام، أولويات الاستثمار العام، وأخيرا العدالة الاجتماعية. طيب هنا اللجان الأربعة الأساسية لما هيخلصوا يعني أظن إن دول ممكن كمان يساهموا فيما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، باعتبار إنه الناس اللي بيناقشوا مش بس مجلس الأمناء، الخبراء الاقتصاديين من كل القوى السياسية سيقدموا مقترحات فعلية قابلة للتنفيذ إن شاء الله. طيب أستاذ عماد، يمكن أنا هفكر معاك بصوت عالي، قبل اتفاق رأس الحكمة كان من الوارد جدا انه اتجاهات المناقشه في النسخه الجديده من الحوار الوطني تذهب الى كيفيه ايجاد حلول لسد الفجوه التمويليه بالدولار الامريكي. الان وبعد الوصول الى هذا الاتفاق وسد جانب كبير من هذه الفجوه ان لم يكن سدها بالكامل، اعتقد الحوار هيبدا ياخد زوايا اخرى. وهنا هفكر معاك بصوت عالي، يعني احنا محتاجين نفكر في اجراءات التحوط ضد الازمات الدوليه اللي بتحصل، يعني لم نكن نعلم انه هيحصل كده في غزه او في مضيق باب المندب الى اخره، فاحنا محتاجين نناقش اجراءات تحوط. من ناحيه تانيه محتاجه ناقش كيفيه الاستخدام الامثل للعائدات الدولاريه سواء اذا كان من مشروع راس الحكمه او غيره، محتاجه ناقش المزيد من إجراءات أستطيع بها جلب المزيد من الاستثمارات والعائدات الدولارية عن طريق الإنتاج والتصدير، تلبية السوق المحلي. إيه رأيك؟ يعني محتاج أسمع منك. تمام، ده تقريبا هو صلب المشكلة. لما احنا بنيجي نفكك القضية كلها والأزمة الاقتصادية، هو حاجة أساسية احنا بنقولها كتير جدا بس من فرط تكرارها ما بناخدش بننسى أحيانا، وهو أن أنت عندك فجوه في ما بين الصادرات والواردات وما بين الاستهلاك والانتاج، والفجوه دي بتصل البعض بيقول ان هي 75% او 70%، بمعنى انك انت تنتج 30% مما تستهلكه هو تستورد 70%. طالما ان هذه الفجوه موجوده هيبقى عندك مشكله طول الوقت. انت جات لك يعني لو انت تابعت الاقتصاد المصري على مدى عقود هتلاقي في كل فتره الازمه دي بتستحكم ثم تنفك بعامل خارجي او داخلي او بتقشف او ببيع اصول او بطروحات. لو تتذكر في 91 لما حصلت الازمه الشديده في اثناء حكومه عاطف صدقي الله يرحمه، وبعد كده الغرب وجزء من دول الخليج اسقطوا الديون اللي كانت موجوده على مصر فحصل فيه نوع من التنفس. في اوائل الالفيه لما كانت حكومه عاطف عبيد وكان في مشكله في وبدانا نعمل ما سمي بالخصخصه، انت المره دي كان عندك سوء حظ عاسر، وهو يعني كان عندك برنامج اقتصادي مبشر اللي بدا 2016، وكنت في اللحظه اللي المفروض بتستعد لجني الثمار، جت كورونا ثم اوكرانيا ثم غزه ثم البحر الاحمر، فدي كان فعلا عامل يعني غير مسبوق. القصه باختصار استاذ يوسف ان انت
كل فتره انت بتستورد مثلا ب 100 جنيه وبتنتج ب 30 جنيه. ال 70 جنيه الفرق دول او 70% الفرق لابد ان يكون ليهم تعويض، يعني تشوف حل فيهم، اما انك تزود الصادرات او تقلل الاستهلاك او تتقشف. طالما مش هتعمل ده مهما عملت هتيجي الازمه هتنفجر في وقت مؤقت. طبعا ما حدث في راس الحكمه ده مشروع عظيم جدا، اداره عظيمه من الدوله وقدره فائقه من كل من يعني كل من ساهم في هذه الصفقه له كل الشكر والتقدير، هتسد جزء مهم جدا في الازمه الحاليه، بمعنى انك انت هتقدر تفك الازمه دلوقتي. طيب بعد سنه من دلوقتي او سنتين ايه اللي هيحصل؟ هو ده السؤال اللي ينبغي ان احنا نجاوب عليه، بمعنى انك انت كيف تضمن ان تستعيد الثقه، ان تجعل التدفق الدولاري مستمر، بمعنى انك انت يرجع المصريون العاملون في الخارج الى ضخ اموالهم في السوق الرسميه. طبعا يبدا الناس يحطوا فلوسهم اللي حاطط الدولار تحت البلاطه او في اي حته يرجعوا، وتقدر تسد الفجوه اللي هي كانت بتقدر ب 20 مليار دولار سنويا. يبقى انا لازم اشتغل اكتر على مساله سد فجوات الاحتياج المحلي عن طريق التصنيع المحلي. انت لو قدرت تعمل، احنا بنتكلم كتير عن التصنيع بس للاسف الشديد ما وصلناش لحد دلوقتي ان انا يبقى عندي انتاج محلي على الاقل يقدر التصدير، لان انا حتى جزء من اللي بصدره احيانا هو مكونات مستورده، انت بتستورد مواد خام، انت لما بتصدر ب 50 مليار دولار على سبيل المثال، بس عليك انك تحسب انك انت في مكون مستورد من ده، انت استوردت مواد خام عشان تصنعها وتصدرها. فبالتالي في عندي فجوه موجوده طول الوقت. التحدي الاكبر اللي المفروض كلنا نشتغل عليه، حكومه وشعب ومجتمع مدني واحزاب مؤيده او معارضه، هو كيف يمكن البحث في حلول حقيقيه ودائمه تحل هذه الازمه، لانه ده التحدي الاساسي، والا هنلاقي الازمه قد تتكرر لا قدر الله بعد 3 سنين او 4. يبقى لازم اشتغل انا من دلوقتي، ما استناش سنه ولا 2 ولا 3، ولا اعتبر انه خلاص كده انا جالي الفلوس بتاعه راس الحكمه بتدفقات مستمره خلال مده المشروع، لا انا لازم اشتغل من النهارده وكان مفيش حاجه حصلت، اشتغل طول الوقت على كيفيه زياده عائداتي الدولاريه. انا بشكرك جدا كاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، وطبعا عضو مجلس الشيوخ المصري.